Good morning, my dear students. How are you? We will talk about page number 67. Please open your book, page number 67. Pay attention, focus. Yes, أبعرك زمعي كثير منيح. Yes, عنا هون read and study the following. بدنا نقرأ وندرس الموجود عنا. Yeah, سابع. عنا هون قاعدة متر. طبعا إحنا أخذناها. سابع. إحنا الآن بدنا نحل التمارين الموجودة معنا هون يا سابع، فبالتالي بكم تركزوا كثير منيح. أوكي يلا. Matter is a word that has several meanings depending on how it is used. إذن هون matter متعددة المعاني، إنه هي إلها أكثر من معنى. On how it is used تعتمد على استخدامها. It is a verb. طبعا هي إلها استخدامين. Matter إلها استخدامين. هي حطلنا في الكتاب إنه تستخدمها كـ verb يعني مثل الفعل. That means be to be important بمعنى مهم. For example, it matters that you do well on your test. إذن من المهم إنك تعمل كويس في امتحانك. It doesn't matter if there is a little mistake. لا يهم إذا هناك أخطاء بسيطة. إذا هون إجت عنا كإيش فعل، هون إجت عنا verb صح. إذا matters هون في المثال الموجود عندي هون إجت فعل. It can also be a noun، يمكن أن تكون أيضا اسم صح. هاي الاستخدام الثاني لإلها، ممكن تكون اسم. That means بمعنى something wrong، شيء ما خاطئ. With مع بدنا ندرس التشارت المخطط الموجود عندنا هون، بدنا ندرسه ونشوف عن ايش بيحكي. في عندنا هون question وهون عندنا answer. طبعا احنا question هون عندنا ثابت، فاحنا شو بنعمل؟ نقرا. What's the matter يعني ما الخطب. لما يحكي what's the matter with بتوقف لهون وبختار الضمير المناسب. طبعا هذول اكتب عندهم يا سابع انه هذول اسمهم object pronouns. pronouns ضمائر المفعول به، ضمائر المفعول به. what's the matter with me ما خطبي، ما مشكلتي. what's the matter with you مش تحكي لي اها. اذا ما خطبك، ما مشكلتك. what's the matter with him ما خطبه، ما مشكلته. What's the matter with her؟ ما خطبها، ما مشكلتها. What's the matter with them؟ ما خطبهم، ما مشكلتهم. What's the matter with us؟ ما مشكلتنا، ما خطبنا. طيب إذا هون عندنا إحنا السؤال الجواب. لما أنا أحكي What's the matter with them؟ ما خطبهم، فالجواب لازم يكون عندي إيش؟ They are، هم مالهم. They are مثلا hot. They are cold. They are hungry. They are tired. Okay، بدنا نحط الصفة. طيب لما أحكي what's the matter with us ما خطبنا، بالعرب شو بدنا نجاوب؟ نحن مثلا حزينين، نحن جائعين، نحن عطشانين. فنحن شو معناها we؟ إذا we are مثلا sad. We are thirsty. Okay، فأنا بدي أنتبه على question، السؤال والضمير المستخدم في السؤال مثلا، وشو الجواب. أوكي الجواب لازم أهتم فيه وأعرف شو هو. بس ما أحكي لك أنا هون what's the matter بشكل عام، إنه ما المشكلة ما الخطب. بس لما تنوه أو توجه السؤال لحدا مجموعة أو لحدا معين، فشو بتحكي؟ what's the matter with him ما خطبه، ما مشكلته. What's the matter with her؟ ما خطبها، ما مشكلتها. Yes. ننتقل على exercise 3. خلينا نشوف exercise 3. exercise 3 work in pairs. Look at the pictures. Make questions and answers about each picture as an exercise 2. Student 1 asks the questions and student 2 answers them. The first one is done for you as an example. بدنا نعمل سؤال وجواب على الصور البيكتشرز الموجودة عندي في الأسفل.
إذا هون الصورة الأولى حسب نمطها أنا بدي أعمل على الصور الباقية. طيب إذا الصورة الأولى عنا صورة ولد ماله حزين، فإحنا هون بنسأله سؤال فبنحكي له What's the matter with him؟ يعني ما خطبه، ما مشكلته؟ طبعا هذا السؤال على كل صورة بدنا نسأله. إذا بنت، إذا الصورة اللي بالصورة بنت ما بكتب What's the matter with him، لا بكتب What's the matter with her. طيب الجواب شو لازم يكون عندي؟ طبعا بما انه ما خطبه ما مشكلته، هو مثلا he is sad، هو حزين. راح نعمل على البنت هاي، اذا لما بدنا نعمل سؤال عليها بنحكي what's the matter with، excellent، what's the matter with her. اذا ما خطبها ما مشكلتها، she is bored، هي ملانة. اوكي طيب خلينا ننتقل الى الصور وهي محلولة. شوف كيف، يلا هاي شفنا صورة البنت what's the matter with her she is poor. الصورة اللي بعدها what's the matter with him she's scared، يعني هون ايش هو ايش خائف. اوكي اذا هون عندنا he's scared، هو خائف. يس عندنا الصورة اللي بعدها what's the matter with him he is angry، هو غاضب. شوف الصورة موجودة هون what's the matter with him she is cold، هو بردان. طيب عندنا هاي الصورة what's the matter with him، ما خطبه ما مشكلته، he is tired، هون ما مش كتير ظابطة، انه هون احطه bothered. انه منزعج. اوكي what's the matter with her، ما خطبها ما مشكلتها، she is sick، هي مريضة، حاطة ميزان الحرارة في انف في تم هاي هاي هون هي ايش sick، مريضة، هي she is sick، مريضة. شوف الصور الثانية. طيب انه هنا اخر صورتين what's the matter with her she is tired، هي تعبانة. what's the matter with her كمان نسأل سؤال عليها she is thirsty، هي عطشان عطيشة. اوكي سهل كثير يا سابع. see you later. ان شاء الله اكتبوهم على كتابكم. goodbye.